معجزة الإسراء والمعراج من أهم المحطات الإيمانية، وهي المعجزة التي ربطت المسجد الأقصى بمشاعر المسلمين. ليلة الإسراء والمعراج ركيزة أساسية في تاريخ المسلمين والإسلام. يسعدنا أن نستضيف في هذه الندوة حول ليلة الإسراء والمعراج الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا حياكم الله. معالي الوزير، قبل الحديث عن جانب وأهمية ليلة الإسراء والمعراج، وهي معجزة من معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما هي المعجزات للأنبياء ولماذا كانت هذه المعجزة وما هي ظروفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تمر علينا في هذه الأيام ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، وما أحوجنا أن نتعظ وأن نأخذ العبرة والدروس وما أراده الله سبحانه وتعالى منا من خلال درس معجزة الإسراء والمعراج وموعظة الإسراء والمعراج. الحقيقة بالنسبة للمعجزة، أولا لابد لنا من أن نعرف المعجزة. المعجزة هي خرق لنواميس الكون، أي للسنن الكونية التي جرت والتي أجراها الله سبحانه وتعالى. وكان لابد من معجزات على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بسبب أنه إذا جاء إنسان وقال أنا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فلن يصدقه البشر إلا إذا كان مؤيدا بخارقة من الخوارق، وخصوصا قبل نضوج العقل البشري، أي قبل نزول القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيد جميع الأنبياء والمرسلين بالمعجزات، من معجزة نوح السفينة والغرق الذي تم، معجزة ناقة صالح، نيران سيدنا إبراهيم، عصا موسى، إحياء الموتى سيدنا عيسى عليه السلام، إلى ما هنالك من معجزات لداود وسليمان وكل الأنبياء بدون استثناء. الحقيقة فإذا خرق هذه النواميس حتى يؤيد المولى سبحانه وتعالى رسوله الذي أرسله للبشر. فمعجزة الإسراء والمعراج تختلف الحقيقة عن بقية المعجزات، ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت الكلمة، القرآن الكريم. لماذا؟ لأن العقل البشري وصل إلى مرحلة الرشد، فعند وصول العقل البشري إلى مرحلة الرشد والرسالة ستكون دائما لكل زمان ومكان، تحتاج إلى معجزة دائمة. هذه المعجزة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكانت معجزة القرآن الكريم، وسنتحدث عنها في ذلك. لكن الآن نحن بمناسبة معجزة الإسراء والمعراج، واختلاف هذه المعجزة التي جاءت لنبينا صلى الله عليه وسلم تكريما له ومن أجل فريضة الصلاة التي فرضت في عند سدرة المنتهى كما نعرف جميعا، وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المعجزة تختلف بأنها لم تكن للبشر، فلم يراها أحد، إذن لم تكن كبقية المعجزات التي جاءت للرسل وللأنبياء تأييدا لهم أمام البشر، وإنما كانت تكريما لسيد البشر صلى الله عليه وسلم نتيجة للظروف التي أحاطت بهذه المعجزة، وثانيا لأهمية فريضة الصلاة التي هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. والصلاة هي الصلة المباشرة، كلمة الصلاة هي الصلة، الصلة ما بين المخلوق والخالق، بين العبد وربه. فالظروف أولا التي أحاطت بمعجزة الإسراء والمعراج، الحقيقة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى جفاء من أهله ومن عشيرته ومن قومه ومن كل شبه الجزيرة العربية، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة وبالعقل، لم يستخدم لا السيف ولا القتل ولا العنف ولا الإرهاب ولا أي شيء، وكان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى طبعا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الدين أن يكون دين العقل، دين الحوار.
دين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة، فلقي صنوف العذاب والآلام. أولا الآلام التي كان يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم من ردود المشركين ومن حربهم عليه، ومن السياط التي كانت تنزل على ظهور أصحابه الذين آمنوا به، فكان وقع السياط على النبي صلى الله عليه وسلم أشد من وقعها على ظهر الصحابة في ذلك الوقت. طبعا حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة إلى الطائف، حاول مع أهل الطائف أغروا الصبيان والمجانين والولدان وألقوا عليه الحجارة حتى سال الدم من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموقعة. في هذا العام بالذات كان يسمى عام الحزن، في العام العاشر للبعثة النبوية، فكان يسمى عام الحزن لسبب أساسي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الحضن الداخلي والحضن الخارجي، الحصن الداخلي والحصن الخارجي. الحصن الداخلي السيدة خديجة رضي الله عنها، فقد توفيت السيدة خديجة، وكان لها ما لها من موقف عظيم، وهنا دور المرأة الأساسي في الدعوة الإسلامية. وأيضا عمه الكريم أبو طالب الذي وقف حاجزا وسدا أمام كل المشركين، وكان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم هذا حتى أوسد في التراب دفنا، فوسد في التراب دفنا، فانكشف الغطاء الداخلي والغطاء الخارجي في ذلك الوقت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حزن وجفاء من أهل الأرض. ففي ذلك الموقف عندما كان في الطائف وكانت هذه الردود العنيفة والقاسية من أهل ثقيف، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال دعاء شهير: اللهم إليك أشكو همي وحزني وضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات أن يحل بي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذه الأجواء كانت المعجزة، فقال الله سبحانه وتعالى للنبي: إذا كان هذا جفاء أهل الأرض فانظر إلى حفوة أهل السماء، إذا كنت في ضيق من الخلق فأنت في سعة من الخالق. وهكذا يجب أن يكون المؤمن دائما بتعلقه بربه. ولو أننا استمعنا إلى عبارات الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب شيئا، حتى أنه لم يدعو لم يطلب شيء، وأنما طلب رضا الله سبحانه وتعالى: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فقط هذه هي العبارة التي قالها. فكانت المعجزة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهنا الرسالة للأمة في هذا الزمن في هذا الظرف سنتحدث عنها باستفاضة، وهي أهمية المعجزة اليوم ورمزية المكان. نعم، فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم من المسجد الأقصى كان مطار الإسلام، عرج به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، وهناك فرض عليه الصلاة، كرمه هذا التكريم العظيم. لكن هذا التكريم لم يره أحد، على العكس، بدلا من أن تكون المعجزة تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت المعجزة كشفا للمنافقين وكشفا للناس وفتنة للناس، فتنة للناس حتى المؤمن يظهر الإيمان الحقيقي، وأما الإنسان الغير مؤمن أو الإنسان الذي لا يؤمن فطبعا هذه الحادثة ستكون فيها حصاد للمنافقين في ذلك الوقت. فإذا المعجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لتكريمه ولفرض الصلاة، ولأهمية الصلاة لم تفرض على الأرض، فرضت في السماء حتى تكون الصلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. فكما كرم نبيه صلى الله عليه وسلم فأنت في تكريم، طالما أنت في صلاة، طالما دخلت إلى الصلاة فأنت في تكريم. وهنا العبودية وحق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأنت لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أطلق صفة العبودية على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام، سبحان الذي أسرى بعبده، قال بعبده صح. فإذا حقق كامل العبودية، والعبودية هي عز لله، هي ذل للبشر،
العبودية عندما تكون للبشر هي ذل، أما عندما صحيح. تكون لله فهي أكبر مقام عز. حسب نفسي عزا بأنني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، فأنا ألقاه متى وأين أحبه. فأنت تستطيع أن تدخل، لا تستطيع أن تدخل إلى أي من عظيم البشر أو من أصحاب الأموال أو السلطان أو كذا دون موعد أو دون موعد إلا للمولى سبحانه وتعالى مالك الملك. فأنت عندما تشاء وعندما تريد يمكن أن تلقاه، فمجرد ما أنك دخلت في الصلاة فكان هذا هي هذا هو سبب المعجزة. هذا أولا، أو إجابة على سؤالك حول لماذا كانت المعجزة وهذه ظروف المعجزة التي تمت. بعد ذلك لابد لنا من التعرض للآيات ومدلول الآيات. هلأ القضية المعجزة، ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد حدث عنها الناس، وكيف أنه طوي له الزمن، وكيف أسري به في نفس الليلة وعاد وكذا، سنتحدث عنها هنا في صلب المعجزة. ونتحدث عنها، وتحدثت أيضا دكتور عن لماذا حدثت للنبي واللغط الذي دار حولها، وإن أنها مجال أصبحت يعني ليست فقط للتأييد وإنما أيضا لكشف المنافق وضعيف الإيمان. لكن لنوضح الفرق ما بين الإسراء والمعراج، الفرق. طبعا الفارق، الإسراء هو آية أو معجزة أرضية، أما المعراج فهو معجزة سماوية. ورحمة ورأفة بالعقل البشري كان الإسراء مقدمة للمعراج. يعني أولا المعجزة هنا، ما هي المعجزة؟ شو المعجزة اللي حدثت بالإسراء؟ بالزمن فقط. الزمن مخلوق من مخلوقات الله، طوى له الزمن. أما المسجد الأقصى موجود، والمسجد الحرام موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. المعجزة هي بأنه انتقل في نفس الليلة وعاد فقط. إذن فقط بالزمن، المعجزة هنا في الزمن. أما المعجزة للمعراج فهي تتعلق بعالم الملكوت، لا يعرف عنه أي إنسان أي شيء. مهما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سماوات السبع وعن سدرة المنتهى فلن يستطيع العقل البشري أن يتلقى أو يتخيل وأن يتخيل هذه المعلومات. شيء أنت لا تراه، أنا لو قلت لك تلفزيون مثلا، قلت لك تلفزيون قبل ما يخترع التلفزيون، هل من الممكن أن تتخيل ما هو التلفزيون قبل ما يخترع؟ فإذن هذه الغيبيات أو الملكوت أو علم الملكوت فكان في المعراج. فالله سبحانه وتعالى رأفة بالعقل البشري جعل الإسراء مقدمة للمعراج. وكان لماذا؟ لأنه أراد أن يدلل للناس النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تحدث لهم، وصف المسجد الأقصى، هو لم يذهب بحياته إلى المسجد الأقصى، وصفه لهم وكأنه أمامه يعني تماما، هم في شباك، هم في باب، هم في كذا، هم في إلى آخره وكذا. وصف لهم الطريق، وصف لهم قافلة هي على الطريق، ماذا فيها ومن فيها، وأنها ستصل إلى مكة في تاريخ كذا. أعطاهم دلائل. إذن كان في رأفة بالعقل البشري في معجزة الإسراء. بعد ذلك طبعا حدثت معجزة المعراج، نتحدث عنها لكن من خلال الآيات. الحقيقة نحن يجب دائما أن تكون ضوابط بالنسبة لنا كمسلمين هو القرآن الكريم، وعدم تسطيح العقل البشري في فهم القرآن الكريم. يجب إعمال العقل. الحقيقة طبعا كل الناس استمعوا لتلك المنظومة الفكرية والتي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه الكريم مع الدعاة والداعيات، عندما حض على إعمال العقل البشري في فهم القرآن الكريم، عدم تسطيح العقل البشري في فهم القرآن الكريم، وأن المخرج لأي أزمة أو أي مشكلة هو في العودة إلى القرآن الكريم، العودة إلى القرآن الكريم، لكن في فهم، في إعمال العقل البشري، في الفهم عن الله، عن مرادات الله سبحانه وتعالى. فهنا نحن أمام معجزة الإسراء والمعراج، يجب أن نأخذ المدلول من الكلمات، العبرة من الآيات. ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات؟ فدعني أغوص في كنوز القرآن. نغوص في كنوز القرآن، نستخرج اللآلئ من القرآن الكريم التي نأخذ منها العبارة. فعندما طبعا أنت قلت لي بأنه ما من معجزة حدثت لنبي أثارت لغطا، أثارت لغط لأنه لم يشاهدها الناس،
هذا هو سبب اللغط. ما كانت مشهودي، ما كانت مرئية بين مع الناس أو مع العالم. المهم، فالقرآن الكريم وصف بكلمات دقيقة سورة سميت كل السورة، رغم أنه هي بس أربع آيات أو آية واحدة تحدثت عن الإسراء، لكن أربع خمس آيات أتمت الموضوع سورة الإسراء. لكن من العجيب الذي يتعجبه الإنسان بأنه سورة إلى اسم تاني غير سورة الإسراء. تعرف شو اسمها؟ سورة بني إسرائيل، هيك اسمها. نحن بالنسبة لنا المعيار، معيار كل ما يجري في المنطقة وكل ما يجري معنا منذ نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو التوجه باتجاه الصهاينة، اتجاه الصهاينة واتجاه صحيح. شعب بني إسرائيل، شعب بني إسرائيل. لا نتحدث عن ديانة كديانة يهودية، صحيح ديانة لله، نعم. لكن من أساء نعم. منها من لكن من تبعه. شوف الآيات وشوف بقى المدلول الذي يتعلق بالمسجد الأقصى، ربط المسجد الأقصى بمشاعر كل المسلمين وإدخال المسجد الأقصى ضمن حرمات وقدسية الإسلام فمن خلال معجزة الإسراء. هلا الله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفعه من مكة مباشرة إلى السماء، إلى سدرة المنتهى، صح؟ معراج دون الإسراء. إذن كرمه، ويستطيع أيضا أن يفرض عليه الصلاة مباشرة، صح. لماذا الإسراء؟ لماذا هذا الانتقال إلى المسجد الأقصى؟ لماذا يلتقي بالأنبياء جميعا، التقى بهم بالمسجد الأقصى وليس بالمسجد الحرام؟ إذن هذه عظات، هذه عبر يجب أن نأخذها. فلنبدأ بهذه العبر والعظات حتى نعرف أهمية هذه المعجزة، وأهمية هذه المعجزة من الواقع السياسي والواقع الاجتماعي يعني. الذي نعيشه، والمؤامرة التي حيكت ضد سوريا، التي حيكت ضد سوريا، كلها نأخذها من معجزة الإسراء والمعراج. خلينا نبدأ بالآيات. بدأت الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب، عندما يبدأ يقول سبحان، كلمة سبحان هي تنزيه لله، لا تقال أبدا إلا إذا كان في أمر عظيم بعدها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، المساء والصباح. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان، إذن لا ترد كلمة سبحان إلا إذا كان هناك أمر عظيم. أمر عظيم، أمر عظيم. فطالما أن الله سبحانه وتعالى بدأ بسبحان، سبحان يعني شو كلمة سبحان الله؟ عندما نحن نذكر الله سبحانه وتعالى، عندما نقول سبحان الله، سبحان الله أي أنزه الله، صحيح. عن أن يكون له مثيل، إن كان في الذات أو بالأفعال أو بالصفات. أنت حي وهو حي، لكن لكن أنت حياتك وأنا حياتي طارئة، أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي دائمة وأزلية، أزلية. له سمع ولك سمع، هو السميع البصير، لكن ليس كمثله شيء. تقول عندما تربط كلمة سبحان الله مع أنت ليس كمثله شيء. فبدأ سبحان الذي أسرى، أي يعلم مباشرة بأن الإسراء ليس مناما، لأنه لو كان منام كل الناس بيشوفوا منام ما في مشكلة. أنا بشوف حالي هلا في منام، كنت بالصين، كنت بموسكو، ورحت ورجعت وكذا وكذا، وفي من النوم ما بالليل. فإذا طالما بدأت سبحان أجاب على كل الأسئلة، قطع الشك باليقين، قطعنا بأن الإسراء كان بالجسد وكان فعلا وليس مناما، قطع. سبحان الذي أسرى، أسرى يعني السير ليلا، أسرى بعبده ليلا، وأكد ليلا حتى يؤكد مدلول الوقوع، مدلول الوقوع وليس مدلول المنام. سبحان الذي أسرى بعبده، قلت العبد لا تطلق على الروح، لأنه الإنسان وقت اللي بيكون نايم وبيشوف منامات الروح بتطوف، بينما وقت اللي بتقول عبد فإذا جسد وروح، صحيح. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هلا المسجد الحرام، شو هو المسجد الحرام؟ هلا هو مسجد مثل بقية المساجد، لكن حرمت فيه أشياء لم تحرم في بقية المساجد، لذلك سمي المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وضع نقطة البداية للمعجزة ونقطة النهاية في المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى، طبعا نحن ننتبه هنا إلى كلمة، بأنه هل كان هناك مسجد عندما جاءت هذه الآيات؟ كان كله أصنام.
لم يكن في وقت نزول الآية بأنه مسجد يستخدم كمسجد، وإنما كمطاف صحيح. وحوله الأصنام. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث يتحدث في الأمر عن المستقبل والحاضر والماضي، ما عنده زمن، زمن مخلوق صحيح. مسجد حرام يمتى يصير مسجد حرام؟ قطعا. مسجد الأقصى ما كان مسجد الأقصى، ما كان المسجد الأقصى البيت المقدس اللي نزلوا فيه الأنبياء، وكانت سيدة مريم، وكانت وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وداود وسليمان. المهم فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأقصى الأبعد، معناته في واحد بعيد قصي، وينه كمان اسم من بنى المسجد النبوي. شوف كيف الآيات تكون مكتنزة، لكن انت بدك تعمل العقل البشري صحيح. عدم تسطيح العقل البشري فهم القرآن الكريم، انت بدك تستخدم العقل حتى تستنبط، حتى تستطيع ان تفهم مرادات الله سبحانه وتعالى. بتقولي لماذا لم تأتي واضحة؟ لو أتت الأمور واضحة ما كان هناك إعمال للعقل البشري، ولم تكن هناك معجزة مكتنزة في الكلمات. الآيات دائما، وأنا أتمنى من الأخوة المشاهدين انتبهوا معي إذا هذه النقطة هامة جدا، الآيات التي تتعلق بالأحكام وتتعلق بالأمور التعبدية تأتي واضحة صريحة صحيح. أما الآيات المتعلقة بالأحداث أو المتعلقة بالأسرار أو المتعلقة بالعلم تأتي مكتنزة، يجب أن تعمل العقل حتى تفهم المراد عن الله سبحانه وتعالى. المهم، فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، هو قال الذي باركنا حوله، بده يدخل بلاد الشام، مقصود بحوله حول المسجد، المسجد الأقصى حول جغرافيا، المسجد الأقصى أي بلاد جغرافيا الشام. بلاد الشام، بلاد الشام هي الحولة، قال حولة. إذن هو أنا وقت أقول أنه المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فكيف به، فهو مبارك أضعافا صحيح. فكيف به الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طبعا سأتحدث عن المسجد الأقصى، لكن طب بقيت الآيات بتكمل معي. لنريه من آياتنا، ما قال ليرى من آياتنا، انتبه إذا النقطة، لنريه. ليش لنريه من آياتنا؟ إذا فعل الإراءة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي بقدرة الله، وما كان يستطيع أن يرى. لذلك كلما مر بمشهد من المشاهد على الطريق، مر بمشهد من المشاهد، ما هذا يا جبريل؟ كان جبريل يشرح له. أما عندما صعد في السماوات بعالم الملكوت ما سأله بقى لجبريل. وهلأ الفارق، هلأ الفارق هنا لنريه، هنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتركيبته البشرية. فعلى الطريق ما زال، ما في، ما الله سبحانه وتعالى ما طوى إلا زمن، والله سبحانه وتعالى بسيطة بالنسبة له أن يطوي الزمن، لأنه أنت حسبها بالهي. إذا قلت بأنه هو الذي أسرى بعبده، طيب لو الآية سبحانه، أو لو لقد سرى محمد بنفسه، كنا قلنا في مشكلة، لا يمكن أنه ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويعود بنفس الليلة، هذا محال عقلا، محال عقلا. أما هل هو محال عقلا إذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نقله؟ لا لا، لك ليش عقلا صحيح. لا نحكيك عقلا، مش ما حدا يقول قدرة الله، نحكي بمعجزات. قدرة الله غير محدودة، نحن دائما المسافة والزمن يتناسب طردا عكسا صحيح. يعني كلما والقوة، عفوا الزمن والقوة، كلما زادت القوة كلما نقص الزمن صح؟ انت اذا رحت بالبسكليت من هون لطرطوس كم ساعة بدك؟ اذا رحت بالسيارة زادت القوة اختصرت الزمن، اذا رحت بالطيارة اختصرت الزمن، بصاروخ اختصرت الزمن. طيب لو انك رحت من دمشق الى طرطوس بقدرة الله ما بقى في زمن. قدرة الله سبحانه وتعالى هي القوة المطلقة، ما في زمن. فاذا طوى الزمن صحيح. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم طوى له الزمن، فعندما طاله الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بعينيه، ما زال بآليته البشرية، فإذا لا يستطيع أن يرى. لذلك لنريه، فأراه الله سبحانه وتعالى، حط له نظارات إلهية، شايف؟ يعني كتفسير للتفسير البشري مصطلح. فكلما مر بقوم أظافرهم من نحاس، كلما قاموا فعلوا كذا، مر بقوم كذا كذا، لست بصدد الأحداث التي رآها، لكن كانت فعل الإراءة من الله لنريه من آياتنا. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم
طوي له الزمان ووصل إلى المسجد الأقصى. يا رب ليش المسجد الأقصى؟ شو الأسباب؟ المسجد الأقصى شو فعل؟ كانوا اجتمعوا الأنبياء جميعا. طيب اجتمعوا الأنبياء، الأنبياء أموات أم أحياء؟ كمان سؤال يسأل، كيف اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الحياة، والأنبياء الأنبياء في قبورهم أحياء؟ بقدرة الله، بكون بقدرة الله سبحانه وتعالى جمع له الرسالات جميعا، لأنه هو ختم الرسالات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين. طالما أنه ختم النبيين فرسالات واحدة، والأنبياء من لدن رب واحد. صحيح. رب واحد، لذلك ما حدا يقول في تعارض بين الأديان، ولا حدا يقول أنه في صراع بين الأديان، ولا حدا يخلق طائفية، ولا حدا يخلق مشاكل دينية، ولا حدا يخلق الدين. الدين هو عبارة عن الدين من الله سبحانه وتعالى، متعدد الشرائع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأبدا الدين لا يمكن أن يفرق تحت أي ظرف من الظروف. كلما رأيت تفرقة فإذا ابحث عن أعداء الدين وليس عن أهل الدين، ابحث عن أعداء الدين. لذلك شوف بحديث السيد الرئيس قال أئمة المذاهب تركوا لنا مذاهب ولم يتركوا لنا طوائف. صحيح. ولو علموا بأنهم سيتركوا لنا طوائف ما تركوا لنا. شوف هذه قضية هامة جدا، مذاهب فكرية. هم اجتهدوا الأئمة والفقهاء أبو حنيفة والإمام جعفر الصادق والإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل والأئمة، اجتهدوا لصالح الأمة واجتهدوا لصالحنا مذاهب فكرية عقلية حتى تتسع، حتى تتسع الأمر الديني لأن لا يضيق على الناس، تغني لا يضيق على الناس. أعداء الإسلام جعلوا منها طوائف. الآن الإسلام السياسي أو أنا ما أسميه الفقه الحركي، نحن يجب أن يفكك الفقه الحركي. فقه الأزمة الذي وضعه علماء سوريا، فقه الأزمة هو يفكك فقه الحركي. الفقه الحركي من اجتهد له اجتهد ضد الأمة وضد المسلمين. الفقه الحركي، لكن الفقه الحركي يعني استغلال الإسلام للسياسي، بينما الفقهاء هم اجتهدوا للأمة. فنحن يجب أن يفكك هذا الفقه الذي أدى إلى التنظيمات الإسلامية المسمات إسلامي. ونحن قلنا نحن جميعا مسلمون ولسنا إسلاميين، لسنا إسلاميين، لأن نحن كما قال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي سماكم مسلمين من قبل بتسمية الله سبحانه وتعالى. المهم فإذا اجتمع الأنبياء جميعا حتى تكون الرسالة واحدة والدين واحد لله سبحانه وتعالى، صحيح بشرائع متعددة. فاجتمعوا أين؟ في المسجد الأقصى. لماذا في المسجد الأقصى؟ لأن المسجد الأقصى علم الله في الأزل بأنه سيكون محل، هذا المكان سيكون محلا لغدر الصهاينة ولمكر الصهاينة ولاحتلال الصهاينة. فكل من لا يحارب الصهاينة ولا يقاوم ولم يكن مقاوما للصهيونية ولإسرائيل ولأعداء الإسلام وأعداء المسيحية، فإذا هو لا علاقة له من تسب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فإذا الجمع يجب أن يكون هنا بالمكان الذي ستصبح به المشكلة، إظهار أهميته ورمزيته تماما، ومن أجل أن يكون من ضمن مقدسات المسلمين. فمن الذي سيأم؟ مين بده يكون إمام بالأنبياء؟ سيدنا إبراهيم لأنه أبو الأنبياء يفترض، وهو المحلة محلته بالهاي. أو لو قلنا سيدنا يعقوب، لا يعقوب إسرائيل اللي هو أبو أنبياء بني إسرائيل جميعا، لكن الذي تقدم والذي أم هو محمد بن عبد الله، لأنه راية الرسالات سلمت للأمة العربية لبني إسماعيل وليس لبني إسرائيل. كانت مع بني إسرائيل، جحدوا بها وفعلوا و إلى آخره. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا القرآن، هذا قرآن. فالمهم أما النبي صلى الله عليه وسلم، إذن راية الرسالات أخذت من، وهنا نتحدث عن القومية العربية، وهنا ما تحدث به أيضا السيد الرئيس في الكلمة التاريخية عندما تحدث عن الربط بين العروبة والإسلام. أي التفريغ للمعنى القومية العربية أو لمعنى العروبة من الإسلام، أنت تريد أن تستهدف الإسلام والعروبة سوية. هذا باختصار، باختصار تريد أن تستهدف الإثنين. وأي خط يسير باتجاه واحد فهو
يجعل عوامل فنائه بذاته، إن سار بخط واحد، خط قومية عربية لحاله ما بيمشي، وخط الإسلام لحاله لا يمكن، لأن جسد الله اللي عم يقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا زعامة وراية الرسالات السماوية أخذت لبني إسماعيل العرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في ذلك الوقت أما الأنبياء جميعا. صعد هنا جاء المعراج، صعد النبي صلى الله عليه وسلم معجزة المعراج، صعد إلى السماوات السبع، عاد والتقى مع جميع الأنبياء في كل سماء وتحدث معهم، لكن الحوار والمحادثات الطويلة كانت مع شيخ أنبياء بني إسرائيل، مع موسى. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كان يصف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما سيتلاقيه هذه الأمة من شعب بني إسرائيل الذين انتسبوا زورا وعدوانا إلى داود وسليمان وموسى عليهم السلام. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد هنا وطار من مطار الإسلام من المسجد الأقصى، فمن لا يحافظ على المسجد الأقصى هو فرط بركن بالقبلة الأولى، هي القبلة الأولى للمسلمين، وفرط بالمسجد الأقصى الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وبارك ما حوله تبريكا له. أيضا صعد النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى، هنا في آيات أخرى تتعلق بالمعراج والنجم إذا هوى، سورة النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل، ذو مرة فاستوى، يعني جبريل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سيدنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي أول مرة، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، أي أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد ما أوحاه عن طريق جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، شافوا مرة تانية لجبريل بشكله الحقيقي، ولقد رآه نزلة أخرى لأنه سبع أجنحة، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، معناته النبي صلى الله عليه وسلم طلع سدرة المنتهى، هذا بالنص، بالنص القرآني، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وين هي سدرة المنتهى؟ عن جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، شوف هذا الانتقال من عالم الملك إلى عالم الملكوت، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هون رأى ما لنريه، بينما بالإسراء لنريه، لأنه كان السبب التركيب البشرية، أما عندما صعد إلى السماوات فكان تغيرت التركيبة، تغيرت التركيبة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى سؤال، حتى جبريل تركه عند سدرة المنتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى هنا. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وانغمس بالأنوار الإلهية، التحيات لله والصلوات والطيبات، فأجابه الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، فقالت الملائكة السلام علينا وعلى عبادي لا صالحين، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، وفرضت الصلاة في أقدس مكان القدسي تغمره الأنوار الإلهية عند سدرة المنتهى. هذا باختصار الإسراء والمعراج، أخذ جانب الإسراء شوي وأخذ شوي جانب المعراج، لكن المهم جدا أنك تتابع الآيات سورة الإسراء، تتابع الآيات حتى تعرف أيضا، أو نأخذ عقلنا البشري يأخذ يستمد الغذاء من كتاب الله. الآية بتمنى أنه ننتبه لهذا الموضوع، الآية أول آية بسورة الإسراء هي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية الثانية أنت شو بتتوقع؟ الآية الثانية بده يكمل على الإسراء؟ لا، قال وآتينا موسى، انتقل فورا إلى موسى شيخ أنبياء بني إسرائيل، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. شوف الرسالة العظيمة، شوف دقة القرآن على بني إسرائيل، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إسرائيل ما فيها تعيش إلا بدها وكيل عنا، وشوف الولايات المتحدة الأمريكية وكيل عنا، بريطانيا كانت وكيل عنا بالأول، وهكذا عبر التاريخ، عبر التاريخ. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هي من ذرية سيدنا نوح. يتابع قال وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فقال العلماء يفسدوا في الأرض مرتين، أفسدوا آلاف المرات،
ما المقصود يعني لماذا تحديد المرتين؟ المرتين في كنف الإسلام أثناء الرسالة. لكن مرتين ولا تعلموا مرتين أفسدوا في هاي. المرة الأولى عندما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. نقضوا العهد. والمرة الثانية التي فعلوا ما قاموا به من تحريف للمعلومات الواردة في التوراة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفسدوا هنا في هذا الجانب لتسدنا في الأرض ولتعلنا علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بدك تنتبه القرآن عم شو عم يحكي. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وعد شو هذا الوعد؟ إذا وعد بالنصر على الصهاينة وعلى بني إسرائيل. فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه عندما دخلوا إلى خيبر وعندما طهروا أرض المدينة المنورة وطهروها من رجسهم مما فعلوا من تأمرهم ومن تأليبهم للقبائل العربية. إذن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. قلنا أفسدوا آلاف المرات لكن في كنف الإسلام هنا المرتين المتعلقتين بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن الدعوة. في زمن الدعوة في زمن قليل من زمن الدعوة. تفسدون في الأرض مرة وتعلنا علوا كبيرة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم باللغة العربية يعني في التراخي في زمن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر عددا وجعلناكم أكثر نفيرا. هاي المرة الثانية إما توعد بالفور وقت اللي يجوا هاي عم يحكي عن هاي أغرب المفسرين خصوصا شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله فسر بهذا الاتجاه وأنا أؤيد هذا التفسير بهذا الاتجاه بأن المرة الثانية التي أصبحوا أكثر نفيرة وين أكثر نفيرة بس يصرخ واحد صهيوني بتلاقي كل العالم استنفر مشانه. صح الحكي ولا لا؟ أي شغلة بديها إسرائيل أمن إسرائيل مقدم على كل دول العالم. كل ما يتعلق بإسرائيل مقدم تستنفر العالم بأكمله من أجل دبوس وجعلناكم أكثر نفيرة. هنا شوف القرآن كيف عظمة القرآن عندما يكون يتحدث في أمر يتعلق بسنن كونية أو بموضوع تاريخي وموضوع مستقبلي. القرآن الكريم يعطي آيات أثناء الحديث هذه الآيات تتعلق بأحكام مطلوبة من كل البشر اليهود والمسلمين والمسيحيين والإسرائيليين وغير إسرائيليين يعني إسرائيل شعب بني إسرائيل والغير. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم قاعدة عامة يعني وإن أسأتم فلها لألنا وليلهم ولكل العالم. إن أحسنتم إذا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ما حدا بيحسن له الله وبيسأل له الله. شو أنت بتزيل الله في تزيل الله كفور فيه مليون مرة وسبع الله مليون مرة وكذا بتزي الله وبتزي نفسك. إذا أحسنت بتحسن لله ولا بتحسن لنفسك شو؟ لا لا الإحسان هي النفس تماما. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة هذا الذي ننتظره. فإذا جاء وعد الآخرة إذا جاء أي أنه لم يجيء بعد مستقبلا نعم عند نزول القرآن لكن عند إذا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. شوف دقة القرآن. أيمت نحن بندخله أول مرة دخلنا أيام سيدنا عمر الخطاب معناتها بدنا نطلع منه طلعونا منه وهلا هني موجودين فيه نرجع ندخله مرة تانية. هذا وعد إلهي هذا وعد إلهي كما وليتبروا ما علوا ما قال ما علوتم لبني إسرائيل تدميرا يعني ندمر ما علوا تدميرا تدميرا ما علوا ما علوا لأنه أمريكا اللي عم تبنيهم بريطانيا عم تبنيهم فرنسا اللي عم تبنيهم هي أمريكا وفرنسا وبريطانيا هدول هني هدول هن اللي هؤلاء هم وكلاء إسرائيل وكلاء أمن إسرائيل وكلاء اعتداء إسرائيل وكلاء همجية إسرائيل وكلاء من اعتدى على حرمة المسجد الأقصى من اعتدى على حرمة الإسلام من تآمر على محمد بن عبد الله بتآمر عليه من أول الدعوة يوم غزوة الأحزاب من تآمر عليه في خيبر وبني النضير وبني قينقاع
في كل ذلك من الذي يستجدي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا أو من فرنسا أو نأمل خيرا منهم؟ لذلك نحن الآن في ظل في سوريا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى صحيح بأننا مرت علينا ظروف لم تمر على أي دولة في العالم، على حجم مقاومة سوريا كان التآمر على سوريا، على حجم صمود سوريا كان الحقد على سوريا، على حجم عطاء سوريا وإسلام سوريا ودين سوريا كان كل هذا التكالب على سوريا. هذا الذي جرى معنا، والآن نحن في طور الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى. في ليلة الإسراء والمعراج ننظر إلى أرواح شهدائنا الأبطال الذين ضحوا وقدموا وإلى جرحانا، وننظر إلى جيشنا العربي السوري الباسل الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار، ونحن الآن أمام استحقاق. هذا الاستحقاق هو أن تبقى سوريا أو لا تبقى، هذا الاستحقاق الرئاسي، هذا الاستحقاق الديمقراطي، هذا الاستحقاق الذي يجري الآن في البلاد ونراه في البلاد، هو الرد الأمثل على كل ما فعلوه معنا خلال الثلاث سنوات. هو الرد الأمثل، وهذا هي سوريا، وهذا هو شعب سوريا، وهذا هو التفاف سوريا، وهذا هو إيمان سوريا، وهذا هي قناعة سوريا، وهذه هي سوريا. لن يستطيعوا شعب حي من الشعب السوري، قيادي حي في سوريا. أكبر دليل على أن الشعب السوري حي وصامد. نعم. وسوريا هي حضن الإسلام الحقيقي. صحيح. نحن لا نقول حضن الإسلام الحقيقي. وأيضا نحن نبشر الناس بأن سقوط، كما قال السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التاريخية، سقوط الإسلام السياسي هو عافية للإسلام الدعوي. صحيح. نحن نتعافى، يتعافى الإسلام الدعوي. نحن شو بدنا؟ نحن شو بدنا؟ أنا بسأل الناس نحن شو بدنا؟ نحن بدنا الإسلام الدعوي. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما ادعوا إلى سبيل ربك بالسيف والقنبلة والخنجر والمدفعية والتخريب والسيارات المفخخة وقطع الرؤوس والأعناق وتخريب المنشآت العامة وتخريب البلاد والفتن الطائفية والحقد الطائفي والكراهية نحن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة الإسلام الدعوي. ما هو الفرق ما بين الإسلام الدعوي والإسلام الحركي، ما بين الإسلام السياسي وما بين الإسلام الحقيقي الذي نحتضنه في بلاد الشام؟ طب هذا يقودني إلى سؤال، يعني هل نحن بحاجة إلى معجزة؟ لماذا انقطعت المعجزات؟ أيضا هنا كان في لفتة رائعة جميلة أريد أن أكررها للناس، تحدث بها السيد الرئيس في حديثه التاريخي الأخير، قال بأنه المعجزات عندما كانت تأتي، لأنه كما قلنا في البداية العقل البشري لم يكن وصل إلى سن الرشد. العقل البشري عندما نزل القرآن الكريم ترك للعقل البشري المعجزات. المعجزات الآن، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى الكلية وإلى الكبد وإلى الدماغ وكيف تعمل جهاز الجسد، كيف دوران الشمس، كيف الكواكب، كيف النجوم، كيف كذا. المعجزات تأخذها من هنا، تأخذها من العقل ومن العلم. الآن لست أنت بحاجة الآن إلى معجزة، المعجزة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى في نفسك موجودة في إذن باختصار في من كونك خلال العقل، يعني في كونك في علمك من خلال العقل. طبعا يعني باختصار كون الوقت بدأ يداركنا، دكتور عبد الستار، بركة بلاد الشام، أهمية الإشارة إلى بركة بلاد الشام، طبعا هذه جاءت في خاصة فيما جاءت في الأحاديث والقرآن الكريم، تواترت هناك أحاديث كثيرة تجمعت حول بلاد الشام، وأن الله سبحانه وتعالى أن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باسطة أجنحتها على بلاد الشام وعلى دمشق تحديدا. الإشارة هنا جاءت في الآيات المتعلقة بمسجد الأقصى، يعني الحقيقة يتوقف الإنسان عندها بأن الله سبحانه وتعالى يعني كان من الممكن أن يقول المسجد الأقصى الذي باركنا فيه الذي باركنا، لماذا قال باركنا حوله؟ كلمة حوله هي إشارة إلى هذه المنطقة، هذه المنطقة التي هي انطلق منها الإسلام، والتي كانت هي مهد المسيحية، والتي كانت هي مهد الأديان، والتي كانت حضارة الإسلام انطلقت منها، وانطلقت العلوم الإسلامية منها، والفقهاء تعلموا فيها، والمدارس الدينية كانت فيها، والمدارس الشرعية فيها،
كل علوم الإسلام الحقيقي، وليس الإسلام الوهابي، وليس الإسلام التكفيري، وليس الإسلام الحركي، الإسلام الدعوي الحقيقي، الإسلام، إسلام محمد نعم، بن عبد ليس الله، ليس الإسلام، نعم، هذا كله، كله هذا الفهم وهذا انطلق من هذه البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم في بلادنا، في بلاد الشام. بلاد الشام. كل الشكر لك الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف على إيضاحك الكثير من المعاني والكثير من الأمور، وربطك الربط الدقيق والسرد الجميل سواء للآيات القرآنية الكريمة بربطها بحادثة الإسراء والمعراج هذه الليلة المباركة. أعاد الله على سوريا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وعلى أمل أن نلتقي في العام القادم في مثل هذه الليلة ونتحدث إن شاء الله بإذن الله، وتكون وتعود كما كانت وستبقى أيضا بلاد الشام وسوريا تحديدا منارة الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى. كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.